أهلا أحبابنا، نتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير وعواشر مباركة على الجميع. تعرف بأن العديد يعني ديال الإخوان اللي عندهم كارتا وحتى اللي عندهم يعني الجنسية الإيطالية يعني تفكروا في السفر خارج إيطاليا. كما تعرفوا الأزمة اللي كاينة عندنا في إيطاليا، الخدمة ما كايناش، هتزيد يعني مع الوباء اللي كاين يعني الأمور يعني زادت أكثر سوءا مما كانت عليه. كما قلت لكم يعني العديد يفكر أنه يهاجر. مهم لك تفكروا انكم تهاجروا المانيا، ندير لكم بعض المعلومات اللي هي منبثقه على واحد التجربه شخصيه ديالي. كنت دزت في هذا البلد هذا، ريحت فيه شويه يعني، دوز فيه تقريبا واحد سنتين تقريبا، وكنت نمشي وتنجي، عندي اصدقاء ديالي تمايا، مغاربه توانسه جزائريه كذلك. مهم يعني شفت خديت واحد التجربه كما قلت لكم، وبغيت في هذا الفيديو هذا انني نشاطركم يعني هذه التجربه هذه يعني، ونعطيكم يعني كما قلت لكم في الاول واحد المعلومات اللي غادي تقدر تفيد العديد ديال الاخوان اللي تفكروا انهم يعني يمشيو لهذا البلد هذا باش يغيروا من المستوى ديال الحياه ديالهم. كما قلت لكم في الاول يعني ايطاليا مؤخرا يعني اصبحت واحد الدوله يعني من غير الازمه، راه من غير الازمه، من غير يعني الامور ديال الكوفيد وهادشي كامل يعني، انتشرت ولات كذلك العنصريه بزاف في هذا البلد هذا، والعديد يعني تفكروا انهم يعني يمشيوا ويغيروا هذا البلد هذا. فتنبغي يعني من الجميع انكم تبارطاجوا هذا الفيديو هذا باش يوصل للعديد ديال الاخوان يعني اللي تفكروا انهم يعني يغيروا ايطاليا في اتجاه المانيا. بالنسبه للناس يعني اللي عندهم الجنسيه ما غاديش يلقاو يعني مشاكل كبيره بزاف، بعض المشاكل قليله، الانسان ضروري خصو يدي معاه شويه ديال الفلوس، يقلب فقط على السكن يعني يكري، ما يلقاش مشاكل في هذه المسائل هذه اللي عندك الفلوس. طبعا الحالة تحتاج شويه ديال المساعده ديال شي حد يعني عنده اللغه الالمانيه تمايا. اللي غيلقاو مشاكل شويه اكثر هما الناس يعني اللي عندهم الكارطه، لانهم كما قلت لكم تلقاو مشاكل في الحصول على شهاده السكنه. هذا هو المشكل والعائق الوحيد اللي كاين هو هذا ديال شهاده السكنه. المهم ما غاديش نطول عليكم بزاف خوتي، غنخليكم مع الفيديو هذا ونتمنى انه يروق لكم وندوزو نشوفوا الفيديو. يمكن هذه المساله اللي غادي نقول لكم غتبان لكم واحد شويه مثلا غريبه وغير معقوله، كي اللي غايقول لي لا ما كايناش هذه الهضره وهذا تخرباق وكل واحد يقول. هذه المسائل اللي غادي نقولها لكم، راني عشاء انا في المانيا، تعرفوني الاخوان بزاف هنايا جينو عارفين بان انا مشيت المانيا ماشي مره ماشي جوج ودوز فيها واحد الوقيته. المهم اللي كاين في هذه المساله هذه، اللي بلا ما نطول بزاف بلا ما نكثر الهضره بزاف، قبل ما تمشي اخويا تهضر مع الناس اللي عندهم بيرمي سو سيجورنو ايليميتادو، هادو ما تهضر معاهم. الناس اللي عندهم باسبور هادو ما عندهم مشاكل اخرى، ما عندهمش هاد المشاكل هادي. الناس اللي غادي يقدروا يلقاو مشاكل هما هادو الناس اللي عندهم، واخا عندك بطاقة الإقامة الدائمة، واخا القانون تيقول مثلا انك ممكن انك تستقر في دولة من الدول ديال الاتحاد الأوروبي، لأن تبقى هادشي كلشي غير حبر على ورق، في الأغلب ديالو حبر على ورق، ما تعترفوش به كاع بعدا شي دول اخرى ما تعترفش بهذه المسائل هذه. ما تبقى كل دوله تبقى عندها الصلاحيه ديال تسير الامور ديالها مع الاجانب كما بغات هي كما تتشوف هي. طبيعه الحال التاثير واضح ديال جميع الاحزاب اللي كاينين اللي تكونوا حاكمين في ذاك البلد، ما كاينش مشكل. المساله خويا اللي قبل ما تمشي لالمانيا دوز السفاره، مثلا انت في ايطاليا دوز السفاره لالمانيا وحاول تاخذ فيزا. راه قلت لكم المساله تتبان لكم يعني هي غريبه المساله هذه، ومع ان مع العلم ان كما قلت لكم راني راه بيرميس سيجورن ديال العام تقدر تمشي به لالمانيا، ما تفوتش ديك المده ديال 3 شهور، حتى الاقامه الدائمه تقول لك حتى هي ما تفوتش فيها 3 شهور، ولو انني انا شفت قريت في قوانين بان ممكن انك اللي عنده الاقامه الدائمه ممكن انه يريح اكثر من 3 شهور، ولكن انت تمشي لذوك البلدان تقول لك تخلط كل شيء بحال عندك عام عامين 5 سنين عندك اقامه دائمه تحسبوها لك بحالك، يقول لك عندك عاد 3 شهور ديال الاقامه هنايا. اللي كاين وراه مهمه هذه المساله بزاف، لان هذه المساله راني هرشتها بعينيه، ماشي ما عاودش ليش واحد، ماشي قريتها في شي كتاب ولا في شي مجله ولا شاف شي فيديو ولا، هذه مسائل عشاء انا وانا في المانيا. راه الناس كذبوني اللي كاينين هنا في جنوبا يقولوا لي لا هادشي ما كاينش، الناس اصدقاء ديالي اللي تعرفوني مزيان عارفين هذه المسائل هذه، ما عندي علاش غادي نكذب عليكم. خذ فيزا،
لان تمشي تمايا تتلقى مثلا كاع السكنه، مثلا انا تنقول لكم تتلقى السكنه تدير مثلا الميل دونك تديرو تمايا، يعني تتلقى لها السكنه وتاخذ ورقه ملي تتمشي للبيرو ديال لابورو، يعني ديال الخدمه جوب وكذا وهادي باش تقلب على خدمه هادي، راه ان فوا تيشوفوا البيرمي سجورنو ما عندك عا بطاقه الاقامه الدائمه تيقولوا لك انه ما يمكنش انت، مهم تيديروا لك عراقيل، والعرقلة الوحيدة اللي تيديروا أغلبية ديالهم هي هذه، تقول لك جي خصك ترجع لإيطاليا وتجي فيزا. تبقى ضحك، أنا أول مرة قالوا لي بقيت ضحك لي ودي راه ما تحتاج فيزا، أنا راه تنجي من إيطاليا تنجي هنا ما كايناش فيزا، ما كايناش المسألة ديال الفيزا. قال لي نو، على حساب الخدمة خصك تجيب فيزا، يعني تاخذ فيزا في الدولة اللي فيها نتاعي مثلا إيطاليا، تاخذ فيزا وعاد تطلع لألمانيا، يعني الفيزا غادي تسهل عليك لان تجي وتاخذ فيزا من اجل العمل، من اجل العمل تاخذها. ثاني حاجه، ممكن انك تصيب الوراق مثلا بلا فيزا، ممكن ماشي ممكن، ممكن، ولكن غادي 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 تسنى بزاف وغادي تكرفص بزاف، يعني على الاقل واحد العام، وتخدم شي مثلا في اعمال اللي ما غاديش يخدموا فيها مثلا الالمان، فلاحه شتا مثلا تلقى شي مغربي او شي واحد عربي مثلا يصيب لك ورقه على حساب محل ديال البيع والشراء مثلا خضره ولا شي حاجه بحال هذا الشكل، مثلا تقدر تلقى فيها تاي عراقيل، تقدر تلقى فيها عراقيل، تبقى خدام تدوز 3 شهور يجيو عندك يقول لك لا ما تقبلش لك الدوسي ديالك، لان وقعت شي اخوان هنا هما هنايا وريحوا تما وخدموا وخذوا لا الميل دونك خذوا كونترا، وفي الاخير عيطوا عليهم جاو عندهم الدار وقالوا لهم نو ما يمكنش. لذلك توصيكم اخوان، اي واحد باغي يمشي ما تخسر والو، لا دزتي السفارة الألمانية هنايا في إيطاليا مثلا في البلد اللي انت فيها، شوف المدينة اللي فيها انت، وشوف قلب على دخل السيت الانترنت شوف فين كاين الأغلبية، كاينين في واقيلا في ألمانيا في إيربي في ميلانو، كاين في روما واقيلا القنصليات الكبار، وكاين الملحقات كذلك في بعض المدن ديال القنصلية الألمانية في إيطاليا. المهم دخل وشوف وخذ خذ تأشيرة، ما تخسر والو، سير طلب تأشيرة وديرها في جيبك حتى هي، لأنها تقدر تنفعك. الناس ديال الباسبور احنا راه معروفه، يعني دي معك فلوس وكري سكن ودير ميل دونك وغادي تخدم، ما عتلقاش مشاكل، ما عتلقاش مشاكل بزاف. المشاكل اللي عتلقاها راه هما كما قلت لكم ديما المشاكل ديال اللغه، هادشي اللي كاين. هادي راه نصيحه مهمه تعطيها لكم اخوتي، لانني انا عشاد المساله هادي وشفت المانيا، وباقي دابا ملي تمشي لالمانيا عندي اصدقاء ديالي لا في المانيا ولا في فرنسا ولا في اسبانيا، حتى هي عندي اصدقاء ديالي ايطاليا كذلك، راه كل احباب ديالنا كلهم احبابنا كلهم خوتنا الناس اللي كاين في ايطاليا. هذا ما كان في هذه الحلقه هذه، وتتمنى انكم تنشروا هذه الحلقه هذه وتدعمونا بالاشتراكات وتوزعوا هذا الفيديو على الاصدقاء ديالكم باش تزيد هذه العائله ديالنا تزيد تكبر، ولكم مني جزيل الشكر. وفي الاخير غادي نقول لكم يعني ما تحرموناش من الاشتراكات ديالكم في القناه، واحد اللايك الا عجبكم الفيديو بطبيعه الحال، وهادشي اللي كاين في هذا الفيديو هذا، ونتلاقى معكم في حلقه اخرى ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.